للزميل الأخضر بالريش هنا من قلعة سانتياغو برنابيو على هذا التيفو وروعة استوديو المباراة في استاد القمة كلاسيكو الموندو برشلونة ريال مدريد. ريال مدريد برشلونة اليوم عبر بين بلغتنا لغة الذات ولكن باللغة التركية في لغة الإسبان الماتادور في لغة فيكتور هوغو الفرنسي في لغة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية وبلغة الشرق الأقصى من أندونيسيا إلى تايلاند. فريق الشوط الأول في الليغا هذا الموسم والرأسية والهدف الأول للريال كلوب سايد تسلل. أنا تكلمت عن مدريد البدايات وتكلمت عن مدريد الأشواط الأولى لأنه عزيزنا 92 فوز وربح للبارسا. التسديدة السهلة لا خوف على تير شتيغن. ترجع الكرة من اليمن بوسط الميدان تتهيأ كرة برشلونية المنتصف والضغط مارسيلو خطيرة توني كروس خطيرة رونالدو ضيع كرة فرصة أولى هي الأخطر للريال مدريد. كرة صعبة جدا ضاعت من كريستيانو رونالدو. رونالدو على غير عادته يضيع فرصة من كوراته كرة ولا بالأحلام مشات من توني كروس يعطي الأسيست والباس ورونالدو كرة لويس يلعب البيستوليرو سواريز خطيرة جدا باولينو أول ميدان يلعب البولجا باس ولا أروع خطيرة والهدف الأول يضيع. البارسا كان قريب ميسي يلعب الباولينو الغدار الوسط القادم من خارج الديار كريستيانو رونالدو جول وري بالحق وري بالفعل وري هنا في قلعة البرنابيو في قلعة الأجداد من سانتياغو إلى خينتو لأخوانيتو إلى ريال إلى سانتا ماريا إلى بطولة الدون يمشي كريستيانو يمشي رونالدو وكريم بنزيما فرصة وكرة خطيرة كرة خطيرة وضربة مرمى للفريق البرشلوني. كرة ترجع للبارسا كرة كانت خطيرة كريستيانو رونالدو فما مرتدات ينسل كرة ميسي والمرة يدخل منطقة الجزاء يلعب ليونيل يعمل كروس خطيرة رأسية وروعة الحارس مرة أخرى كيلور على باولينو. الريال أكثر استحواذ ولكن البارسا أكثر اختراق وأكثر خطورة وأكثر فرص للتهديف. البنزيما جول كريم بذكريات ما مضى يضرب الكرة بنزيما كما كان بنزيما القناص يضرب كرة ويحطها على القائم وكرة ممتازة. شو مارسيلو يتأخر في الضغط بيكي يدافع هو متستغرب يحطها له يمشي بالكرة ميسي والدفاع ضرب التو فيس بين الدور والبولجا يمشي كريستيانو رونالدو أول شوطة في الشوط الثاني الفيس تو فيس بين البرتغالي والأرجنتيني في 13 انتصار لليونيل وثمانية مرات رونالدو ربح ميسي. دفاع يبعد على كارفاخال جوردي حلوها من ألبا حد كرة خطيرة والهدف الأول يضيع. البارسا هو الأخطر والأفضل في رأيي بلغة الفرص الأخطر. كرة أخرى كانت قريبة ساعة واحدة اللاعبية ما زالت تثاوب والكرة خطيرة وجول 1-0 1-0 للبيستوليرو 1-0 للبيستوليرو. سيناريو منتظر والسيناريو مرتقب والبارسا بالتيكي تاكا 3-4 لمسات يوصل لمرمى كيلور نافاس ويضربون الأهداف في شباك وعرين التيكوس دي كوستاريكا 1-0 وفرحة عشاق وأنصار البارسا أمامك في التريبون في المنصة عشاق. يمشي ميسي واصل كرة خطيرة ولويس سواريز والثاني كانت كرة الكو كانت كرة الضربة القارعة. البارسا أفضل في الشوط الثاني خلص يخلصها لويس لا سواريز يقتل الثاني وميسي من أجل الثاني ولويس وقول مش ممكن والهدف الثاني ولكن الحكم يلغي. ضاعت المباراة على البارسا بالثاني ورقة حمراء وضرب جزاء ورقة حمراء وضرب جزاء على كارفاخال كرة في طريقة للمرمى يمس كرة بديه والحكم اليوم الريال والثاني ضد الريال ما يرتيش ضد الريال ما يرحمش ضد الريال ما يضيعش. البولجا يحط ثاني الأهداف ميسي سجل النقاط الثلاث أكثر من هذا يضمن الدوري من شهر 12 يا شباب 2-0 للبلاوغرانا
البارسا طلب الهجمات الاولى، كره باولينو، باولينو يدخل، باولينو يمشي، مودريتش يخرق الكره والهدف يضيع، مش ممكن ما دار اوغارد. الريال بعد الصدمه يتحرك يشوط، تير شتيغن، مارسيلو، روبرتو، سيميدو، خطيره والثالث يمشي، خطيره والهدف الثالث يضيع، الهدف الثالث يضيع والركنيه. كرة أخرى برشلونية صعيبة قدام فريق بدون دفاع. كرة من توني كروس، يوزع كرة خطيرة، فرصة، هدف يضيع، كرة ضاعت من راموس.